السلام عليكم طلاب صف رابع، شلونكم حبايبي؟ ان شاء الله اليوم بخير وبسلامه. اليوم وصلنا الوحده الثالثه اللي هي كان مال الفصل الثالث، ومثل ما معتادين دائما في بدايه الفصل ينطيني سوره من القران او ايات من سوره. اليوم احنا نعطيني سوره الضحى، سوره كامله لان هي قصيره اصلا ما جزئنا اياها. اليوم راح نقراها نرتلها، واجبنا حيكون كتابتها بالدفتر وحفظها. واجبنا اليوم كتابتها بالدفتر وحفظها. يلا نسمع، اتبع وياي واشر على الكتاب وياي، او اتبع وين دا اشر حتى تتعلم تقراها وتحفظها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. الأفضل تسمعها من اليوتيوب أو تسمع التسجيل اللي عندنا إحنا الفيديو حتى تحفظها بالطريقة الصحيحة وما تغلط بيها. واجبنا فقط كتابتها وحفظها، كتابتها وحفظها. المعاني الضحى اللي رب العالمين يقسم به، وهو أول النهار، أول ما تطلع الشمس بعد شوية من ظهر القرص مالتها، هذا يسموه فترة الضحى. الليل إذا سجى، الليل من يغطي الظلام، من يقول سجى معناه غطى الظلام مات الليل وصارت المكان ظلمة. ما ودعك رب العالمين، ما تركك. قلى كرهك وأبغضك، يعني هو قلى معناها كره وبغض. فآوى آواك بأن ضمك إلى عمك، هنا دا يتكلم ويا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لما صار يتيم وعمه هو اللي رباه بعد وفاة أبوه. وجدك عائلا فقيرا، السائل الذي يطلب المساعدة، تعرفون اللي يطلبون فلوس. لا تنهر لا تزجر. هسه راح نجي على شرح الآية دا نشوف عن شنو دا تتكلم الآية، عن شنو تتكلم الآية. الآية تتكلم عن الضحى والليل إذا سجى، يقسم رب العالمين اللي هو خلقنا الليل والنهار، وشون الشمس أول ما تطلع شون الضوء شوية شوية يتخلل الدنيا وبين الأشجار وبين الناس، وتبدي الناس تقعد وتروح الشغل وتروح تتحرك للمدارس، وقت العمل بدأ. وبعدها لما يجي الظلام يصير الهدوء والسكون، ويصير وقت النوم وقت الراحة حتى جسمك يستعيد نشاطه لثاني يوم، وبأعماركم حتى يزداد النمو عندكم. هاي تعتبر من الآيات العظيمة، رب العالمين خلقنا إياه حتى يحافظ علينا ويبقي جسمنا بموازنة، ما يقدر يسوي لنا نهار طول الوقت أو ليل طول الوقت، راح تصير عندنا خربطة. إذا هاي آيات عظيمة لفائدتنا. يرجع يقول رب العالمين راح يقسم بحبه للرسول، هو يحب حبيبنا محمد جدا، بحيث رب العالمين يقول له عندنا بهاي الآية اكو فترة الوحي كان ينزل على حبيبنا محمد دائما ويعلم القرآن، فترة شوية تأخر، مو المعتاد، مو وحدة ورا لا، لما تأخر الرسول شوية حزن انه ليش تأخر الوحي؟ شنو اللي صار؟ ليش الملك جبريل ما نزل لي كلام رب العالمين؟ فالله سبحانه وتعالى يقول له لا تهتم انه اني الليل والنهار اللي على مودكم، وانت من الانبياء المهمين عند رب العالمين، ونزل عليه الوحي حتى يرجع يكلمه سيذكره عن حياته. الاخره، دار الاخره يعني الجنه، هي افضل من الحياه الدنيا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو راح يدخلها، ومنه اجى وراه من المؤمنين، من اتبعهم من المؤمنين وليس فقط المسلمين، لان يعني احنا دائما نقول اكو مسلمين بس هم اشرار ويقومون بالمحرمات، اذا المؤمنين. سوف يعطيك ربك فترضى، يا رسول الله رب العالمين راح يعطيك اعلى مكانه اللي هي اكيد راح ترضيك وترضي المؤمنين اللي تبعوك. لان انت كنت يتيم فآوى، يعني لما والدك توفى قبل ما تنولد عمك هو اللي تكفل برعايتك، رب العالمين ما تركك وحدك. وكنت ما تعرف شلون بمن تآمن لما كان طفل وعمره 20 25، احنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم صار نبي وتبشر بالنبوة لما صار عمره 40، فقبل هذه الفترة كان مثل
الظال تايه مدى يعرف هو ما مقتنع بال انه يامن بذول الاصنام، ما مقتنع انه هاي رب العالمين، حاير منو رب العالمين. فرب العالمين ارسل الوحي الملك جبريل حتى يقول له رب العالمين موجود بس احنا ما نشوفه، وعلمه اذا هدى علمه الطريق. حتى انه الرسول كان فتره معينه فقير لما كان يرعى الغنم بعمر المراهقه 15 16، بعد ما صار عشرينات 25 وتزوج ستنا خديجه اشتغل بالتجاره وصار من الاغنياء. فيعني يا رسول الله رب العالمين راعاك لما كنت يتيم وسواك نبي حتى تظل حاير وخلاك تصير غني، فهو دائما مهتم بيك، لا تحزن ابد ولا تفكر ابد انه الوحي ممكن يتاخر عليك او اكو شيء. يرجع ينبه الناس انه التزموا بصفات الرسول الكريم. هذا تكمله الشرح، راح نكمله على الدرس القادم. الان واجبنا فقط كتابه وحفظ سوره الضحى، كتابه وحفظ سوره الضحى، راح نعيد تلاوتها مره اخرى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. أشوفكم الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم.